درب مهارات الحياتية، مهنة جديدة صار يعني دائما بنسمع عنها، ويمكن بيخضعوا كتير عالم لدورات بتخص مهارات الحياة وخاصة الحياة اليومية وطرق الريلاكس اللي هلأ رح نحكي أكثر مع المدربة الأنسة ديما سليمان، مدربة واكتشاف طاقات. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا سعد فيكي يا رب. صباحك. صباح الخير للكل. هلا مدرب مهارات حياة هو شخص اكتسب مهارات، اكتسب خبرات، طبقها على حاله كبداية، استفاد منها، شاف انه عملت له نقلة ايجابية حلوة وكبيرة بحياته، فبلش يعلمها للناس. وانا بحس اهم خطوة انه المدرب لازم يكون الاول طبق هاي الخبرات على حاله قبل ما يبلش يعطيها. فمجرد ما هو اكتسب هاي الخبرات وشافها انها بتعمل نقلة ايجابية، فبيبلش يعلمها للناس. هلا كيف بيقدر يساعد؟ هو بيقدر يساعدهم لحتى ينقلهم للطريق الصحيح بحياة كل حدا. يعني بلش كل حدا منهم يقدر يعرف شو قدراته بالحياة، كيف بيحدد أهدافه بالحياة، كيف ممكن يعمل خطوات ليحقق الأهداف، كيف ممكن كل فترة تعملي له تحفيز بوش لحتى أنه يعمل خطوة باتجاه أهدافه. يعني باختصار بتاخديه مكان بتحطيه على الطريق الصحيح لحياته. وبيقدر يعني يعمل هذا الشيء أما التواصل المباشر، دورات تدريبية أو استشارات، وكمان على، وهي كتير مهمة، على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أحيانا المدرب بيكون لما بينشر بوست إيجابي هو بيكون عارف أنه في ناس هلأ حتقرأ وتقول إجا بوقته. نعم، يعني ببداية حديثك أول شيء أهلا وسهلا فيكي، حكيتي أنه مهارات الحياة بحاجة لحدا مدرب لها، بحاجة لحدا يوجهها بالشكل الصح، وهي تطبق على الكل ولكن بحالات مختلفة، لأنه كل إنسان له حالة. فقديش مهم يعني أنه نحن نعرف حالة الشخص اللي بحاجة لموضوع معين، هدف معين، أنا هدفي غير هدف ليا، فنحن بنمشي معه خطوة خطوة لنقدر يعني نحقق اللي هو بده إياه أو نساعده بتحقيق هذا الشيء. هلأ خلينا نتفق أنه كل الناس بحاجة مدرب مهارات حياة. نعم. يعني كل الناس مهما كان اختصاصها، بيجي وقت بيحس حاله تعبت، بحس حاله انا عم بشتغل ما عم بيمشي الحال، او عم مجرب اسعى اطور حالي بس ما عم بيمشي الحال. هو مدرب الحياه، مدرب مهارات الحياه، بيكون مهمته يعطيه هذا التحفيز، يبلش يوضح له الشيء اللي وصلت له، شو نقاط القوه عندك، شو نقاط الضعف. طبعا مثل ما كنتي عم بتقولي تماما، انه كل حدا عنده اختصاص مختلف. يعني حدا بيكون عنده مثلا ضعف ثقه بنفسه، فانت بدك تدعمي له اياها بتدريبات معينه، بمهارات معينه لحتى تثق لهذا الموضوع عنده. في حدا ثاني بيكون عنده مشكله باداره المال، هي تعتبر مهارة حياة، بس بيكون كمان إلى حدا مختص إنه يساعده على هذا الشيء. فكل إنسان عنده احتياج معين أنت بدك تساعدي فيها. بس حتى نكون يعني صريحين، اليوم مثلا بسوريا الناس تقريبا كلها بحاجة مدرب مهارات حياة، وخاصة الحالة النفسية، إنه مدرب المهارات حياة بيقدر يعمل له شيء هو كتير مهم، هو حالة التفريغ لمشاعر الغضب. نعم. الزعل، التوتر، القلق، التشاؤم، فقدان يعني الأمل. تحت الهواء كنت عم تقولي لنا كمان أنتوا بتعملوا ريلاكس مشان الكولون العصبي، الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه مع 99% من الأمراض، وهذا شيء معروف سببه نفسي. فلما نحن منساعد الشخص لحالة التفريغ لهي المشاعر اللي هي الغضب والتوتر والقلق، تلقائيا أصلا الأمراض اللي موجودة عنده هي بتروح. وهذا نحن يعني بنلمسه وبندربه، سواء بتدريباتنا التطوعية أو بتدريباتنا الخاصة، يعني الأسباب كلها نفسية. نعم. الأمراض. نعم، يعني ديما كلنا عم نعاني، سوري، كلنا عم نعاني من ضغوط نفسية، كلنا عم نعاني من مشاكل، وخاصة مو بس ليا ظروف الحرب، ظروف المرض اللي نحن كمان عم نعيش، الله يحمي الجميع. قديش لازم أيضا يكون في يمتلك المدرب ما يكفي من المرونة، كمان المدرب عنده هو ضغط نفسي. صح، بس المدرب بيحفز حاله بحاله. تماما، عنده طاقة إيجابية زايدة. قديش كمان المهم أنه يعني يبدأ مع أي حالة بهدوء بتروي، ويمكن أحيانا تستغرق الحالة فترات معينة، ولكن الهدف هو الوصول للنتيجة. هلأ مثل ما أن كل حالة بتختلف. تمام. نعم. بس البداية نحن دائما أنا لازم تسمع الشخص هو شو في بحاجة، وعمليات تفريغ الحالة النفسية أو تفريغ هي المشاعر السلبية هي أول خطوة بنعملها مع الكل، أول خطوة. طبعا بعدين في خطوات، إذا بتحبوا هلأ نبلش نحكي على الخطوات. خطوة، خلينا نحكي. يلا. أي شخص بيجي لعنا هو بحاجة كتير خطوات إنه يعملها. تمام. أول شيء بعد ما نعمله نحن حالة التفريغ، لأنه حتى يبلش لازم يبلش خفيف، صح؟ يبلش يعني متفائل، فأنا بدي فرغ له هاي المشاعر. هلأ الخطوة الثانية اللي لازم يعرف أي إنسان بده يعمل هذا التغيير بحياته، وأنا بدي ساعده فيه، إنه يوقف عن لعب دور الضحية.
لعب دور الضحية، هو دور بيحب يلعبوه كل الناس، اللي هو الحق على الدراما. الأهل، الحق على المجتمع، الحق على كل شيء، بس مو الحق على حاله. هلا غالبا الشخص او الناس اللي بتلعب هذا الدور بتضل محلها. فتخيل اذا كل شخص بالحياة بده يعمل تغيير، بده ينتظر ليغير اهله ويغير عمله ويغير مجتمعه، كان ما حدا تغير بالعالم. فلا، كل الناجحين بالعالم اذا بتقري عنهم، اذا بتشوفي قصص حياتهم، اذا بتسمعي القصص منهم، بتلاقي انه هن مروا بظروف اصعب من الظروف يمكن يلي اي حدا هلا عم يسمعنا. صحيح. بس كلهم اول خطوه يعملوها استلموا زمام المبادره، انه انا قائد حياتي اللي بقدر انا اعمل تغيير. وهذا الشيء حتى نحن تخيلي نحن بنعلم الاطفال بمبادرات تطوعيه نحن بنعطيها بالمدارس، كيف فعلا انه هو يستلم هي الزمام المبادره، ما عاد يضل يقول اهلي ومحيطي. فبتسمعي منهم كلام يمكن بتقولي الكبير ما حيقدر يحكي. نعم. فالتوقف عن لعب دور الضحيه هذا كثير مهم، هي اول خطوه. فاذا انت من الاشخاص اللي بيضل يقول للمجتمع السبب وهذا السبب ما حد تغير، لا، خذ زمام المبادره، انا قائد حياتي، انا بقدر هلا اعمل هي الدفعه لحالي، شو بدي على الحياة. انا اللي بقدر. ومستحيل ما تكوني شخص بيعرف شو بده ما يتلاقي كل الفرص عم تظهر لك. تمام. هلا ثاني خطوه نحن نعلمها هو الوضوح. هلا الشخص اللي بده ينجح بحياته، اللي بده يعمل تغيير، لازم يكون واضح بالحياه، يعرف انا شو بدي. يعني اليوم مثلا خليني اوضح، مثلا انتم اليوم اعلاميين صح؟ نعم. فانتم بدكم تعملوا تغيير، فانت كمذيعه او كاعلاميه بتقولي انه انا بدي بالفترات القادمه لاكون واضحه بحياتي، انا بدي مثلا يكون عندي برنامج خاص لي. عم بعطي انا مثال لحتى هيك وضح لنا شو فكره. نعم. الوضوح. فلازم مثلا انت تقولي انه انا شو بدي، مثلا بدي برنامج خاص لي، بدي اياه يكون بالمجال الفني، ولازم تكتبي هاي الاهداف. في قاعده مهمه كثير كثير، الاهداف الغير مكتوبه لا تحقق. لازم تكوني واضحه انا شو بدي. تمام. لما تبلشي تقولي انه انا بدي يكون عندي برنامج الخاص، انا مثلا يكون ممكن فني ممكن سياسي، تبلشي تطوري ادواتك اللي بتساعدك. هذا نحن هون بلش نقول عنه الجذب. لما تبلشي انا بكتب هدفي، ببلش انا اخلق الادوات، بحضر لك حتى لو ما انا موجود على ارض الواقع. يعني انا كيف ممكن تكون ادواتي، كيف ممكن يكون باطلالتي انا بهذا البرنامج، طيب كيف ممكن يكون الاعداد مختلف. هذا نحن بنسميه جذب الهدف. يعني انا عم بشتغله، عم بخلق له انا الفرص، فحتشوفي تلقائيا الفرص بتظهر لك. وهذا مو كلام نظري، ناس بتفكر نظري، حيشوفوه على ارض الواقع. مستحيل ما تطبق هاي الخطوات، ما تلمس على ارض الواقع هذا الموضوع. ديما هون خلينا نحكي بجانب واقعي اكثر. طيب. يعني دائما الانسان بيقرر وبيبلش يبادر وبيحط اهداف قدام عيونه، ولكن في ظرف صعب نحن عايشينه عم يفرض عليك انك انت تكوني هيك، انك انت تدرسي هيك، انك انت تضلي قاعده هون ما تروحي لهنيك. يعني في كثير تفاصيل بدنا نحكي فيها، هي عم تفرض عليك الدنيا او الحياه. هلا كنا احنا عم نحكي على فكره دور الضحيه، هي فكره انه انا مثل كاني عم اقول ان المجتمع عم بيتحكم فيني. صدقيني، وهذا عن تجربه، حتى تجربه شخصيه. يمكن اللي بيعرف ديما قبل 2015 بيعرف كيف انا هيك استلمت زمام المبادره وانا اللي حولت. خلينا نحكي على البكالوريا، من بعد نتائج البكالوريا بيطلعوا علاماتك، يمكن علاماتك ممكن تاهلك تدخلي فرع بتحبي وممكن لا. طيب هون انا وين؟ تماما. معناتها ليش نحن حتى لما بلشنا ندرب بالمدارس قلنا لهم حندرب من البدايه، يعني من عمر الطفل، حتى نعلمه اصلا كيف يوصل لهدفه وكيف يدرس ليختار الفرع اللي هو بده اياه. تمام. طيب هلا هو بيقدر يختار الفرع القريب اذا كان في عنده فرع مثلا بيقدر يناسبه كعلامات. تمام. عم نحكي في حال هو ما كان هلا يعني قبل دارس هذا الموضوع او مطلع هذا الموضوع، او حافترض هو فات على فرع معين وما كان بيناسبه. بس اليوم في مثلا حدا درس خلينا نقول اقتصاد، بس هو بيحب الاعلام، بس اليوم في دورات اعلام. صحيح. بيقدر بيروح يعمل دورات يعني ألم. يعني في حلمه بمجال ثاني. تمام. لا هو بيقدر اي انسان انه هو يغير الظروف المحيطه. تمام. بيقدر يلاقي شيء مناسب انه انا في دورات اعلام بقدر اعملها، بقدر. تمام. حل روح على هدفي. لازم يكون ايجابي بهي الحاله، وقديش ما كتير. لازم يعمل عمليه اسقاط على الظروف وايضا على المجتمع. اكيد من لا شيء نحن ممكن نخلق شيء. طبعا. جميل. يعني يطول الحديث معك ديما، وكثير انبسطنا بالحديث معك، ويمكن اعطانا طاقه وامل. نتمنى الكل يكون اكيد طاقة. اكيد ان شاء الله. وكمان فينا نقول انه الفشل هو بدايه نجاح، او هو طريق لتستقل الشخص. بس دائما لازم يعرفوا انه كل حدا فينا يعني مر بظروف، اكيد حط في أكيد. امكانيات جواته بتقدر تخليه يحقق اي هدف بده اياه مهما كان، حتى بهي الظرف اللي هو هلا موجود. حلو كثير. تمام. ديما شكرا كثير لك، يسعد لي صباحك. صباح ان شاء الله هيك كلنا بنحقق ان شاء الله احلامنا وتكون خطواتنا صحيحة. ولا شكرا كثير.